أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومتتبعي الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في حوار جديد ضمن الحوارات التي نخصصها لقطاع مهم وهو قطاع الطيران بالمغرب. ونستضيف اليوم فاعل أساسي في مجال تدبير البنية التحتية المطارية وهو المكتب الوطني للمطارات. ولنا الشرف اليوم أن نستضيف السيد زهير محمد العفير المدير العام للمكتب الوطني للمطارات. أهلا بكم سيدي. شكرا. إذن سيدي سوف تقربنا أكثر من السياسة العامة التي ينهجها المكتب الوطني للمطارات في مجال تدبير المطارات، وأول سؤال نبدأ به هو حصيلة منجزات المكتب خلال فترة 2012-2015. شكرا على الاستضافة. أولا بطبيعة الحال تم تطوير الطاقة الاستيعابية ديال المطارات في هذه الوجيزة ديال من 2012-2015 يعني بواحد المشاريع مهمة بزاف وغادي نشير لها. فكان عندنا اولا فتح مطار الرباط سهل الجديد اللي كان الطاقه ديالو 1,500,000 مسافر. هذا على واحد المساحه ديال 16000 متر مربع، وكان في 2012 جا فيه تدشين ديال صاحب الجلاله محمد السيس نصره الله. وكان في 2014 في شهر مايو فتحنا كذلك مطار ديال بني ملال اللي جاب واحد الطاقه استيعابيه جديده من ناحيه ديال الطيران مهمه في واحد المنطقه اللي ما كانش فيها مطار، واللي كانت يعني كان المسافرين تيتلزم عليهم انهم يمشيو لمطارات بعيده كمراكش او الرباط او الدار البيضاء. فتم التجهيز ديالو من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس في مايو 2014، وجاب طاقة استيعابية ديال 150,000 مسافر على مساحة ديال 1,500 متر مربع. كذلك فتحنا درنا أشغال اللي مكنتنا من توسيع وفتح مطار طاقات استيعابية إضافية في مطار زاكورا اللي على مساحة 2,700 متر مربع. وأخيرا كملنا التوسيعة والبناء ديال محطة جديدة في مطار فاس اللي الطاقة الاستيعابية الإضافية هي 2 مليون ديال المسافرين تتزاد على 500,000 اللي كاينة باش يصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية ديال المطار فاس هو 2,500,000 مسافر. سيد العفير، نود أن نتعرف أكثر عن دور المكتب الوطني للمطارات في مجال مواكبة تطور صناعة الطيران بالمغرب، ولما لا خلق كتلة صناعية في المملكة. هذا أمر مهم، لأن الدور اللي لعبوا المكتب الوطني للمطارات وكاع الفعاليين ديال المغرب ديال الميدان كان مهم، لأنه هذه 15 عام كانت واحد الفكرة أنه يدار واحد باك اندستريال، واحد يعني مجال اللي يقدروا قرب من مطار محمد الخامس اللي يقدروا يجيو فيه شركات الطيران صناعة الطيران. فكان هذا يعني واحد المبادرة جيدة لأنه أعطت الأكل ديالها. ف 15 عام بعد هذه المبادرة فالآن المغرب أصبح يعني عنده دور رائد جهويا في صناعة الطيران، ونزلنا من 2 ولا 3 ديال الشركات الى ان 114 الشركه وواحد رقم المعاملات اللي تيفوق 10 المليار ديال الدرهم. وطبيعه الحال هذا الامر هذا اللي هو يعني تكوين كتله ديال صناعه الطيران اللي فيها متكامله، اللي فيها محلات اللي تيكونوا فيهم الشركات والمصانع، فيه كذلك مؤسسات ديال التعليم اللي داخله في الطيران صناعه الطيران ولا الطيران المدني اللي هما الاكاديمي ديال لافياسيون سيفيل ولا ليسمالا اللي تابعه لوفيس ديال التكوين ولا ليما اللي تابعه لوجيماس اللي هو الاسوسياسيون ديال الفعالين في هذا الميدان ديال الميدان الخاص.
وكذلك كاع المرافق اللي تتمكن من الولوج لهذا المحل، البنيه التحتيه كلها، طريق السير التي يوصل المطار التي يمكن من النقل الجوي، السكه الحديديه اللي وصل للمطار، واخيرا محلات وبنيه تحتيه للشحن الجوي اللي مهم جدا في هذا. فهذه الصناعه كلها اصبحت الان كتله اللي عندها واحد الدور وعندها واحد الوزن في هذا الميدان، والحمد لله هذا راجع بطبيعه الحال للدور اللي لعبوه المغرب ولعبوه المؤسسات الدوليه، المؤسسات ديال الدوله كمكتب الوطني للمطارات، باش يكون يعني نجاح في هذا الميدان. كاين واحد الامر اخر اللي هضرنا على البنيه التحتيه وعلى التطور ديالها، فهضرنا على المطارات اللي تشنوا في هذه الفتره واللي تم الانجاز ديالهم، وان كذلك عندنا مشاريع مهمه ديال بناء جديده او توسيع مطارات اللي تحتاج التوسعه باش تواكب النمو ديال الطيران الجوي. فكاين اهم ما حدنا هضرنا على الدار البيضاء والمحور والكتله، اهم مطار عندنا هو مطار ديال الدار البيضاء اللي في قمتم بتوسيع تم التوسيع بالضبط. هو دابا حنا في المغرب عندنا 18 مليون ديال المسافر تيدوز على المطارات، مطار الدار البيضاء لوحده تيدير 8 مليون، فاكثر منها 45% وعنده دور مهم، وكذلك هو مطار محور هب، يعني فيه تيتموا ماشي غير الناس اللي تيجيو للمغرب ولا للدار البيضاء ويخرجوا من المطار، كذلك الناس اللي تيجيو للمطار الافريقيه تينزلوا في المطار وتيدوزوا من الترانزيت وتيبقاو وتيمشيو للمدن اخرى ومطارات اخرى، وخاصه انهم القاره الافريقيه اللي دابا عندنا ربط مهم ما بين اوروبا والقاره الافريقيه عبر مطار المحور ديال الدار البيضاء. فهذا المطار كان فيه ورش ديال التوسيع اللي كان وقف من 2010، والحمد لله تمكننا اننا في 2014 في اكتوبر 2014 بالتحديد اننا نستأنفوا الاشغال، وهذا الاستئناف يعني عاود درنا واحد الهيكله ديال المشروع، وبدينا في العود بدينا البناء، والان تقريبا كملنا 80% ديال التوسعه، وان شاء الله هذه المحطه الاولى اللي كانت تم التوسيع ديالها اللي تزيد واحد الطاقه ديال 7 مليون على 7 مليون اللي كاينه باش تصبح 14 مليون كطاقه استيعابيه اجماليه للمطار محمد الخامس. دونك هذه ان شاء الله في اواخر سنه 2016 غادي يستكمل الورش باش نفتحوه في الاشهر اللي غتبع هاد نهايه ديال الاشغال. هذا من ناحيه ديال مطار الدار البيضاء اللي هو مطار محوري. عندنا مطارات اخرى مهمه جدا لانها تدخل في السياسه ديال التشجيع وتقويه الطاقات الاستيعابيه من ناحيه ديال السياحه. فهاد المطارات كاين عده، كاين بطبيعه الحال مطار مراكش قدير، فاس هضرت عليه، طنجة، وجدة إلى آخره، واني أهم وجهة ديال السياحة هي مراكش. فكان عندنا مشروع ديال التوسعة ديال مطار مراكش الحالي، وقمنا بالأشغال كلها تقريبا، وحنا دابا تقريبا في النهاية، مازلنا بعد أشهر إن شاء الله ونكملوه ونفتحوه. وهذا المطار غادي يزيد من الطاقه الاستيعابيه الحاليه ديال 4 مليون، غادي يزيد تدريجيا 6 9 12 في افق اي سنه؟ الو 6 اخر سنه، 9 السنه اللي من بعد حيت غنديروا واحد لا جونكسيون، و 12 ملي غنديروا لوبتيميزاسيون، يعني غادي نديروا واحد تدبير بنجاعة ديال لي زيسباس اللي كاينين، الفضاءات اللي موجوده في المطار. وهذا المطار كذلك هاد التوسعه ديال المطار مراكش غادي تجعل مطار مراكش من احسن المطارات افريقيا ومن احسن المطارات سياحيا، لان عده خدمات
غتكون موجوده في المطار اللي عندها واحد يعني واحد النمط اللي متعلق بالسياحه الخدمات اللي تيطلبوا من السائحين الى اخره وكذلك المبيعات اللي تيكونوا المحلات التجاريه التجاريه اللي غيكونوا اللي يعني متخصصين للسياح. وحنا درنا دابا واحد التقييم قبل كاع ما نفتحوه والحمد لله الصدى اللي جاي هو انه غادي يكون عنده نجاح كبير لان المطارات اللي تيفتحوا حاليا من احسن الطراز اللي تيكونوا متعلقين بواحد المدينه سياحيه يعني درنا كاع لي ستاندار اللي تيكونوا في هذه المطارات ان شاء الله باش يكون عنده نجاح ويعني ويشرف بلدنا تماما لان اول ما يراه السائح هو المطار واخر ما يراه. اذا السيد العفير نمر الى سؤال مهم يهم استراتيجيه المكتب الوطني للمطارات لتطوير حركه النقل الجوي بالمغرب. عندنا منظومه ديال التدابير التحفيزيه باش تنشجعوا وتنواكبوا النمو ديال النقل الجوي في المغرب منهم طبيعه الحال الامر اللي هضرت عليه هو يعني تطوير الخدمات في المطارات والطاقة الاستيعابية الإضافية وكذلك بناء مطارات جديدة وكاين أمر آخر اللي هو مهم اللي هو سياسة تحفيزية لشركات الطيران باش يكون عندهم واحد الدافع باش يجيو للمغرب وهذه بطبيعة الحال تتكون دوافع مالية لأن تندير لهم تخفيضات اللي عندها واحد نطاق خاص لأننا تنشجعوا خاصة الوجهات اللي عندهم علاقه مع السياحه فالسياسه التحفيزيه بطبيعه الحال في مراكش ولا في اكادير ولا في هذا مهمين بزاف وهذا عندنا تندوزوا في مجلس الاداره ديال المكتب وطبيعه الحال تنقلبوا عليه ماشي غير نجيبوا الشركات جديده ونعاونوهم انهم يحلوا خطوط جديده وانهم يكثروا من الطيران للمغرب واني كذلك باش نكونوا عندنا هيدا التنافسيه ديال الوجهات جهويا باش نكون عندنا حنايا نكونوا كومبيتيتيف تعزيز قدره التنافسيه للمغرب باش يجيو هذا والحمد لله حنا تنشوفوا النمو ديال حركه النقل الجويه فتتبين ان هذه السياسه عطات الابن ديالها. طيب من ضمن المستجدات التي يعرفها المكتب الوطني هو انضمامه للمنظمه الاوروبيه لسلامه الملاحه الجويه اورو كونترول، هل حدثتمونا اكثر عن هذه النقطه؟ هذا تعتبر انجاز تاريخي ومهم جدا لان المغرب اصبح الدوله 42 اللي دخلت في المنظمه ديال اورو كونترول اللي هي الملاحه الجويه ديال الدول الاوروبيه وتيجي هذا كذلك تكميلا للاتفاقيات اللي كان سنها المغرب في 2006 لفتح الاجواء فتح الاجواء يعني في كاع الشركات الاوروبيه بتجي المغرب واني كذلك من ناحيه الملاحه يعني مراقبه سلامه الملاحه الجويه اللي تدير المغرب على الاجواء المغربيه فكان بالنسبه لنا مهم اننا ندخلوا في هذه المنظمه فهذا الاول الامر الثاني نحن اول دوله غير اوروبيه اللي دخلت لهذا المنظمه وهذا جاء بعد عمل كبير وكبير جدا اللي استغرق اكثر من سنتين باش اننا يعني نديروا لا ميزانيفو ديال الانظمه وديال الامور اللي متعلقه بالعنصر البشري ونخدموا مع كاع الدول الاوروبيه وفي الاخر توج هذا الشيء في اخر مظاهره في مراكش بامضاء ديال هذا التوقيع ديال هذا الدخول في هذه الشركه وكاين امتيازات كبيره لانه اولا غادي يعطينا امكانيات هائله من ناحيه التكنولوجيا لتدبير هذه الملاحه الجويه في بلادنا وكاع الطائرات اللي تيدخلوا وتيخرجوا واخيرا غادي يعطينا كذلك واحد بطبيعه الحال غيكون امر تحفيزي باش اننا دائما نبقاو في النيفو في يعني في احسن الظروف
التقنية من ناحية ديال السلامة ومن ناحية ديال يعني النجاعة في تدبير الملح الجوية بهذا الدخول هذه المنطقة. طيب سيد العفو، نبقى دائما في مجال تبادل الخبرات، حدثونا أكثر عن الشراكات التي تجمعكم بمختلف المنظمات العالمية للطيران، وأيضا في مجال التعاون مع دول إفريقيا، بما أن المغرب ينحو نحو تعاون جنوب جنوب مع باقي الدول القارة الإفريقية. أولا إحنا داخلين في منظمة أسي اللي هي المنظمة العالمية للمطارات التي تضمن 80% ديال أكبر المطارات العالمية. إحنا عضو في المجلس الإداري الإفريقي اللي فيه خمسة ديال اللي فيه كاع المطارات الإفريقية، وعضو من الخمسة ديال المطارات الإفريقية اللي تيمثلوا إفريقيا في المنظمة العالمية ديال المطارات اللي هي لاسي. أولا من ناحية المطارات، من ناحية ديال لواسي يعني المنظمة العالمية ديال الطيران المدني، طبيعة الحال عندنا واحد الدور مهم وتنحضروا لكاع الاجتماعات وتنعملوا بكاع المنظمات لي زانيكس لواسي اللي كاينين يعني اللي تيكونوا مفعلين في ناحية ديال المطارات. والامر الثاني اللي هضرتي عليه واللي هو مهم، الشراكات الافريقيه، فحنا مضينا عده شراكات مع دول افريقيه، نقدر نذكر على سبيل المثال المالي والسنغال والغابون اللي عندنا معهم شراكات، وهذه الشراكات تتفعل في ثلاثه ديال الامور. الامر الاول هو المساعده في الاستغلال وفي الانظمه ديال الاستغلال ديال المطارات. الامر الثاني من ناحيه ديال التكوين، حيت تنستقبلوا عده طلبه من هاد الدول ولا الناس اللي خدامين اوتور اللي تيجيو للاكاديمي اللي كاينه الاكاديمي الافياسيون سيفيل محمد السيس اللي تتدخل في مكتب وطني المطارات. والامر الثالث هو عندنا واحد نظام معلوماتي اللي ديفلوبا فلوين دي يعني في اللي درناه حنا، واللي دابا اصبح عنده واحد الدور مهم لانه تنقدر نعطيو باش يساعد المطارات انهم يديروا التشغيل ويديروا عده وتتبع الصيانه الى اخره. فبطبيعه الحال افريقيا بالنسبه لنا الشركات الإفريقية مهمة بزاف، وحتى احنا تندخلوا في هذه السياسة اللي دارها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في تفعيل الشركات جنوب جنوب اللي تتكون قائمة على شراكة ويعني والنجاعة في الاستثمارات وفي النتائج. طيب سيد العفير، تكلمنا عن ما تم تحقيقه وما هو في طور الإنجاز، الآن ننتقل ويهمنا أن نعلم خطة المكتب الوطني للمطارات في المستقبل، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ مشاريع مستقبلية، أولاً تعزيز مكانة مطار محمد الخامس كمطار محوري مهم ومهم جداً اللي عنده واحد الأهمية واحد المرتبة. فالان ملي تنشوفوا التصنيف ديالو من ناحيه ديال لوفخ يعني الرحلات اللي تتمر ما بين اوروبا وما بين افريقيا، فمطار محمد الخامس استحوذ على نسبه هو في المرتبه الثانيه، وهذا مهم بزاف لان المرتبه الاولى باريس، المرتبه الثانيه تقريبا نفس هذا ما بين لندن والدار البيضاء، وهذا عنده بطبيعة الحال جوج ديال يعني الفاعلين. الفاعل الأول هو الشركة الوطنية خطوط الملك المغربية اللي تدير الرحلات اللي تتربط، والأمر الثاني اللي مهم اللي تنجح هذا الشيء هو المطار محمد الخامس اللي تدير البنية التحتية باش نقدروا نستقبلوا كل هاد المسافرين. فهاد الكوبل هاد الثنائي نجح المطار ديال محمد الخامس. فبطبيعة الحال ما بين الاستراتيجية ديالنا هو أننا نكملوا ونعزوا ونكبروا ونوصلوا لواحد الدرجة مهمة بزاف لما لا يصبح الأول من الأول، وماشي غير الدار البيضاء ولكن المغرب بأسره يكون بوابة من ناحية ديال النقل الجوي لجل الرحلات اللي غاديين لإفريقيا ولا غاديين لقارات أخرى.
الامر الثاني هو نكون يعني واحد الفاعل اساسي في نجاح الرؤيه ديال السياحه ديال 2020. وهذا بطبيعة الحال تيدخل خاصة في المطارات اللي عندها وجهة سياحية اللي هضرت عليهم كمراكش أكادير إلى آخره. بغينا نلعبوا كذلك واحد الجو واحد الدور مهم في تطوير النقل الجوي الداخلي، لأن دابا عندنا مطارات اللي تتخدم مزيان المطارات الدولية، وعندنا مطارات أخرى اللي نقدروا نشجعوها بالنقل الجوي الداخلي. فهذا عندنا فيه سياسة تحفيزية، لأن ما تيخلصوش الضرائب لي تاكس ايروبورتور ما تيخلصوش، اذا هذا امر مهم. وثانيا تنلاحظوا ان فيه واحد لا كروسانس، واحد النمو مهم ديال 10 حتى 15%. واخيرا نشجعوا الشحن، يعني الشحن الجوي، ونديروا البنيه التحتيه والمرفقات اللي غادي تمكن ان هذا الميدان حتى هو يتطور ويتطور مزيان. بهذا اتمنى لكم المزيد من النجاح للمكتب الوطني للمطارات، واشكرك جزيل الشكر سيد زهير محمد العفير على الوقت الذي خصصته للقناه الالكترونيه، وشكرا على كل هذه المعلومات المستفيضه. شكرا جزيلا. أما أنتم أعزائنا المشاهدين، فأذكركم أنه يمكن إعادة رؤية هذا الحوار على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. إلى اللقاء.